السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل محبوبة الجماهير البصارة. يعني مفيش حد ما بيحبش البصارة، كل الناس بتحبها، وهي سهلة جدا في عمايلها وبسيطة، ومقاديرها كمان كلها بسيطة. الحقيقة في ناس بتعملها بالملوخية الناشفة، انا الحقيقة ما عملتهاش قبل كده ومجربتهاش، لكن دقتها عند حد كان عاملها لكن ما عجبتنيش الحقيقة. حسيت ان انا باكل ملوخية مش بصارة. طبعا كل واحد بقى وطريقته اللي متعود عليها واللي بيحبها. انا هنا هعملها بالخضرة وبالنعناع الاخضر، ولو مفيش نعناع اخضر تقدري تستبدليه بنعناع ناشف عادي، مفيش اي مشكلة. لكن انا ما بحبش لونها يبقى غامق قوي، كمان في ناس بتبقى عاملاها اخضر قوي. انا هعمل هنا بصلايه كبيره جوانح رفيعه، وهعملها بنشا، هقلبها في نشا وفكها كده من بعضها. وبعدين هسخن شويه زيت كده على قد البصل. اول ما يبدا خلاص البصل يتحمر معايا ابدا انزل بالبصل، بس هنخله من النشا في مصفى سلك ناعمه علشان اتخلص من النشا الزايده دي. وهبدا ان انا انزله في الزيت ومش هقلبه غير لما يبدا يلون معايا. هبدا اقلب فيه من وقت للتاني، متسيش عنه عشان ما يتحرقش منك ويمرر. انا بحبه يبقى لونه ذهبي كده ومقرمش معايا، مش غامق قوي. تمام كده خلاص هو وصل للون اللي انا عاوزاه، وكمان النشا بيخليه مقرمش جدا. حتى لو بات معاكي بره التلاجة بفضل برضو مقرمش وتمام. هطلع البصل وهصفيه وهخلي الزيت بتاعه ده، وهقول لكم ليه في الاخر. هنزل بقى دول كوبايتين بس من الفول المدشوش المنقوع، يعني بعد ما نقعته كده خدته منه كوبايتين، اقل من ربع كيلو يعني. هنزل عليه بصلاية متقطعة اربع ارباع، تلات اربع فصوص من الثوم، عندي نص حزمة من الكزبرة الخضراء، نص حزمة من الشبت، ونص حزمة من بقدونس. تمام عندي كام ورقة نعناع اخضر، حوالي خمس ست ورقات كده، وعندي معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، واحط ملح. وهبدأ بعد كده لما اعملها واضربها ادقها واشوفها محتاجة ملح زيادة، محتاجة توابل زيادة مني، اللي طعمه مش ظاهر هزوده. ممكن تحطي كمان رشة شطة حمرا زي حبيتي، او قرن فلفل اكتر حامي لو انتوا بتحبوها مشطشطة. هبدأ اضيف مية سخنة او مية مغلية، مش عايزة اضيف مية كتير، هضيف مية شوية بشوية لغاية ما تستوي، علشان لما اجي اضربها ملاقيهاش خفيفة مني جدا وتبقى معايا صيصة كده ومش بتربط مني او مش بتمسك مني. تمام بدأت تغلي معايا اهي، وانا بدأت اقلبها من وقت للتاني واشوفها محتاجة مية تاني بديها، لغاية ما بختبر الفولة كده واضغط عليها بالمعلقة الاقيها كمان خلاص دايبة معايا ومستوية كده، خلاص هو تمام معايا. طبعا الفول لازم تنقعيه من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل. انا هضربه بالهاند بلندر. بعد ما ضربته هاخد بقى الزيت اللي قلتلكوا هخليه معايا، اضيفه على البصارة بعد ما ضربتها، وارجعها على النار تاني تاخد غلوتين بالظبط، واشوف سمكها لو محتاجة شوية مية بزودها، واديتها رشة بسيطة من الشطة الحمراء، ده اختياري. وهبدأ بعد كده اصبها بعد ما ظبطت حدقها بقى وتوابلها. شايفين لونها تحفة ازاي؟ انا بحب اللون ده، مش بحب الغامقة قوي دي، بتبقى لونها غامق ومش طعمها، بتكون الخضرة زايدة فيها قوي او الملوخية ايا كان بقى، وبيبقى الطعم مش مستحب. تمام هصبها في اي بولة بقى وفي طبق تقديم، ومسحي اي زيادات جات على الطبق كده علشان لما بتبرد بتمسك في الطبق ويبقى صعب ان انت تشيليها. هسيب الطبق لما يبرد معايا ويتماسك شوية، وهبدأ بقى اجرنشه بالبصل اللي احنا حمرناه في الاول. وزي ما قلتلكم ممكن تضيفوا بدل البصل ده توم وكزبرة ناشفة زي بتاعة الملوخية كده، بنحمرها وبنجرنش بيها الطبق، وبناخد الزيت برضو نضيفه على البصل. انا قدمتها مع خيارين مخلل، تقدري تقدميها انت مع اي مخلل بتحبيه، مع زيتون، مع سلطه، مع بتنجان مخلل، يعني البصاره ما بتقولش لاي حاجه لا. يعني بصوا من حلاوتها تاكلوها بالمعلقه والله، كمان مش بالعيش. طبعا هي بتتاكل مع العيش البلدي. الكميه اللي هي كوبايتين الفول دول عملوا لي البوله الكبيره دي، وعملوا لي الطاجن الصغير ده، عملت لي كميه مش بطاله. وغالبا يعني البصاره لما تعملوها ما تعملوش كميه كبيره منها، لان لما بتقعد مش بتبقى مستحبه.